السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، رواه مسلم. أيها الإخوة المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع هذا الحديث المبارك، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بدأ بعدة أمور في مطلع هذا الحديث، وبدأ بأعظمها جرماً وذنباً على المسلم، فقال: لا تحاسدوا. والحسد أيها الإخوة المسلمون معناه كما قال المفسرون هو تمني زوال النعمة من عند الغير، وهذا حسد مذموم ذمه الحق تبارك وتعالى في كتابه، وذمه أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم. وربما هذا الحسد إذا تمادى فيه العبد ربما يصل به إلى درج الكفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الحاسد هذا ينقسم عدة أقسام. القسم الأول من الحسد بأن يتمنى المسلم زوال النعمة من عند أخيه المسلم وتأتي إليه، يعني واحد يقول لما فلان ربنا فتح عليه لو اللي عنده يجي عندي وما يبقاش عنده حاجة، هذا نوع من الحسد. نوع آخر يتمنى زوال نعمة الغير ويأتي عنده مثله. النوع الثالث يتمنى زوال هذه النعمة حتى ولم تأتي إليه، يقول لك أنا عايز فلان دي اللي عندي يروح كله ما يجيليش، أنا كمان عايز عنده يروحه بس، عايز نصبح فيه وكده لك ما حلتوش حاجة وأنا مش عايز أنا كمان. وهذا هو شر نوع من أنواع الحسد، تمني زوال النعم عند الغير ولو لم تأتي إليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا، لأن الحسد أدى بإبليس عليه لعنة الله أن طرد من رحمة الله عز وجل وهو في النار هو وأعوانه حين حسد آدم عليه السلام، لأن آدم خلقه الله من طين، خلقه الله بيده من طين، وأسجد له الملائكة ورفعه فوق الملائكة وأسكنه الجنة، فما زال إبليس بآدم عليه السلام حاسدا حتى أخرجه من الجنة فطرد من رحمة الله عز وجل بسبب الحسد. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا
إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. في موضع آخر قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالحسد أيها الإخوة المسلمون ربما إذا تمادى فيه العبد وتمنى زوال نعمة الغير ربما يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله وهو لا يدري. ولكن عليك يا أخي عبد الله إذا رأيت ما يعجبك عند أخيك المسلم أو عند جارك فتح الله عليه بمال أو بصحة أو بأولاد أو بجاه عليك أن تدعو له بالبركة والزيادة فيرد عليك الملك ويقول ولك مثله، ربنا هيديك زيه وأفضل منه كمان. ولكن أشر أنواع الحسد إخوتي عباد الله لكي نعلم أن هناك أناس حمقاء نزع الإيمان من قلوبهم يتمنون زوال نعمة الغير ولو لم تأتي عندهم. يقول لك أنا عايز فلان دهوت يصبح يعني باللغة بتاعتك مش لاقي ياكل خالص، أما لو اللي عنده يزول طب أنت هيجي لك إيه؟ ما الاستفادة؟ إنه الإيمان الضعيف وربما يذهب بالكلية. ولذلك حسد أهل الكتاب المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. نعم، ده لما اشوف نجارة كده ربنا فتح عليه وتفوق في الدراسة ودخل الجامعات العليا تدعي له عشان ربنا يبارك في عمرك انت كمان. ما تقولش ده ما يستاهلش، ده دي عنده دي ليه؟ ده ابنه دخل كلية كذا وكذا وهو كذا. هل توزع انت الارزاق؟ هل انت تتحكم في الكون وفي حكمة الله عز وجل؟ لا، هذه حكم وآيات وعبر يمنعه الله من يشاء وينزعها ممن يشاء. فالمؤمن هو الذي يمشي كما قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عليك أن تدعو لأخيك إذا رأيته في خير. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لو حسدت حد اعمل حساب كده مالكش حسنات خالص، حسناتك راحت. ليه؟ نرجع لحديث المفلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إيه أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد أكل مال هذا وسفك دم هذا وحسد هذا على ديون، حسد الناس، فيؤخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فاحذر أخي عبد الله الحسد. الحسد إخواتي عباد الله هو الذي جعل قابيل يقتل هابيل، أولاد سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، حين أراد هابيل قابيل أن يتزوج أخت قابيل
وقابيل يتزوج أخت أبيل، فكانت أخت قابيل دميمة اللون، فأبى أن يتزوجها. قابيل رفض أن أبيل يأخذ أخته، ما كان في بداية عمارة الكون كان سيدنا نوح خلف اثنين في بطن، ولد وبنت كل بطن، الواد هنا يأخذ البنت هنا والبنت يأخذ الولد هنا، وكان حلال على عمارة الكون. فقابيل رفض وحسد أخوه هابيل لأن أخته جميلة، فذهبوا إلى أبيهم فقال لهم قربوا قربان، كل واحد يقرب قربان لربني. فقرب هابيل شاه، وقرب قابيل حزمة من القمح، كان واحد بيعمل براعي الغنم والتاني بيعمل بالزراعة. فكان في ذلك الزمان يضعون ما يتقربون به ويذهبون، اللي هتقرب معايا يحطها في مكان في الصحراء ويروح، فتأتي نار فتأكل هذه الصدقة، فإذا أكلتها النار قبلت، والذي لم تأكلها النار لم تقبل. فقبلت شاة هابيل ولم تقبل حزمة قمح من قابيل، فحسده على ذلك، قال له أنت تأخذ البنت الجميلة وقبلت هديتك لله عز وجل وأنا لا، سأقتلك بسبب الحسد. أنت ربنا قبل هي بتاعتك وهتاخد أختي الجميلة وأنا هديتي ما انقبلتش وهديتي لله ما انقبلتش، فقال أقتلنك، وقتل. وكانت أول جريمة قتل على وجه الأرض. ولذلك احذر أخي عبد الله أن تفعل معصية ويقتدي بك الآخرين، فعليك وزرها ووزر من يعمل بها اليوم القيامي، احذر. وإذا فعلت طاعة سنة يعني فلك أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة. يعني قابيل بيشيل ذنوب الناس اللي انقتلت من أول ما قتل أخوه ليوم القيامة، كل واحد ما انقتل يشيل ذنب مع القاتل. فالحسد إخواتي عباد الله قد يؤدي بالإنسان إلى الكفر وإلى القتل، فنهانا عنه الحق تبارك وتعالى. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فاحذر أخي عبد الله من الحسد. قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا. والبغضاء إخوتي عباد الله هي الشحناء والخصام. ولا تدابروا، والتدابر هو الإعراض عن المسلمين، أن تعرض بوجهك عن أخيك. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا تخاصم العبد مع أخيه ثلاثة أيام لا تقبل له عبادة حتى يصطلح. يقول الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنذروا هذين للملائكة ومرفعوا الأعمال رفع الأعمال، أنذروا هذين أنذروا هذين حتى يصطلح عملك ما يترفعش. لو أنت شغال بقى في الحسد والتدابر والتناجش وما شابه ذلك لا تقبل لك عبادة. فما بال أقوام في هذا الزمان لا يتدابرون ولكن يتخاصمون سنين. يقول لك أنا ما بكلمش فلان، أنا ما بكلمهوش، ليه؟ عشان كان بينه وبينه مشكلة. طب ما أنت عبادتك ما بتنقبلش، عبادتك لو صليت وصمت وزكيت واعتمرت وحجيت عملك موقوف. لماذا؟ لأنك مقاطع للمسلم أخوك، لأخي المسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح
لا تدابروا ولا تناجشوا، فإن التدابر والتناجش هي الحالقة التي لا تحلق الشعر ولكن لا تحلق الدين. ازاي معنى الحديث ايه؟ لما يكونوا اتنين متخاصمين مع بعض، زعلانين مع بعض، الشيطان بقى يجي، ابليس عليه لعنة الله، يوسوس لكل منهما، يقول لي دي فلان زعلك ولع في داره، لا موت بهايمه، لا سيب يعمل كذا، شيطان ده المفروض انتصر عليه، انت احسن منه، شيطان مش ده اللي بيحصل؟ ياتي ابليس ويوسوس لهذا وذاك، وهذه الافعال منافيه للدين، تحلق الدين. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالحلق؟ بالإزالة، لأن الحلق هو معنى الإزالة. التدابر والتنادش هو إزالة الدين بالكلية من القلب. ولذلك نهانا الحق تبارك وتعالى عن ذلك، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تدابروا. تلاقي في المسلمين هنا واحد كده زي ما قلنا قبل، ما عندوش مال، رايح على قد حاله زي حالاتي انا كده، على قد حاله، لو اتكلم ما حدش يسمعه، لو جه يخطب ما يتجوزش، يقول لك يا عم ده ما حلتوش حاجه، لو جه يشفع ما يشفعش. طب لو جه واحد تاني راجل بقى ذو مال وذو جاه كده في المجتمع وان كان عاصي لله، هذا إذا خطب ينكح، وإذا شفع يشفع، وإذا قال الكل يسمع له. فحدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا خير من ملء الأرض من هذا، الضعيف ده هو أفضل من ملء الأرض من هذا، من أشراف القوم العصاة هذا، لا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ما ينفعش تبيع على البيع بتاع اخوك المسلم، يعني واحد مثلا اشترى جرة ارض بعشرين الف تقول له انا اخده بخمسة وعشرين، هذا حرام في الاسلام، حرمه الله تبارك وتعالى وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم أخو المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم، المسلم للمسلم كالبنيان وشبك بين أصابعه يشد بعضه بعضا. أين نحن من هذا يا إخوتي عباد الله في هذا الزمان؟ أين نحن من هذا الترابط وهذا التماسك الذي حثنا عليه الحق تبارك وتعالى وحثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على هذا الهدي وهذا الحديث وهذا الكلام، ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ملائكة تنزل على المجتمع المترابط المتماسك، لا تخافوا في هذه الدنيا ولا تحزنوا عما تركتم عما خلفكم، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يأمرنا ويحثنا على عدم الحسد، لا تتمنى زوال النعم عند أحد، ولكن الحسد المحمود. إذا رأيت إنسان فتح الله عليه وابتلاه بمال تقول اللهم بارك له واعطني مثله، مثلا. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا في اثنتين. يعني انت عايز تحسد وعايز تبقى زيهم، تبقى زي اثنين: رجل اعطاه الله مال فسلطه على هلكته في الحق، واحد ربنا فتح عليه باموال طائله فهو ينفقها في سبيل الله للفقراء والمساكين والمحتاجين والمرضى وما شابه ذلك، تقول يا رب حليب زي ده. ورجل أعطاه الله القرآن
فهو يقوم بها أنا ليل وأنا نهار. تقول يا رب رزقني القرآن عشان يبقى زي فلان. هذا محمود ومطلوب من المسلم، أما غير ذلك فمذموم. لماذا؟ ما الذي سيأتيك إذا افتقر أخيك المسلم؟ إذا زالت من عنده النعمة، ولكن لو دعوت له بالبركة والزيادة فتح الله عليك. فيجب علينا يا إخوتي عباد الله أن نقوم أنفسنا من هذا الفعل الخبيث، هذا الفعل الخبيث الذي قد يؤدي بالإنسان إلى الهلاك والعياذ بالله. وإن مات الإنسان على ذلك ولم يتب فهو في النار. ما تبش من الحسد ورجع، إن مات على ذلك فهو في النار. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة حتى تعفوها، وخالق الناس بخلق حسن. أقول قول الله العظيم لي ولك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه التائبين الطاهرين المحتسبين، الذين قالهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول الحق تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله إلا قضى الله حاجته، فعسى يا رب أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ذنبا في هذا اليوم العظيم إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاص إلا هديته، ولا محتاجا إلا أعطيته. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، عفو عنا. اللهم انزع الغل من صدورنا، وانزع الحسد من قلوبنا. اللهم انزع الحسد من قلوبنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروا يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. استقيموا واستووا يرحمكم الله. تسوية الصفوف من تمام الصلاة.
أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن
تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن مثل خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة 4 كلمات، يؤمر بكتابة عمره وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة المسلمون، هذا الحديث النبوي المبارك يبين لنا أمرًا عظيمًا خطير، ألا وهو بيان حقيقة الخوف من الله عز وجل، وهو موضوعنا اليوم، بيان حقيقة الخوف من الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. معنى هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أمر بني إسرائيل بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ويذكروا النعم التي أنعم الله عليهم بها. ما هي النعم التي أنعم الله عليها على بني إسرائيل؟ أولا فجر لهم الحجر فانبجست منه 12 عينا، آيات. نجاهم من فرعون وقومه حين حوصروا، حاصر فرعون عليه لعنة الله موسى عليه السلام وأصحابه، فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وأنجى الله موسى ومن معه وأغرق فرعون. أنزل على بني إسرائيل المن والسلوى، نجاهم من الأمراض والأوبئة، ومع ذلك أزرق يا عبد الله حين مروا ونجاهم الله، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، عدوا على جماعة بيعبدوا أصنام. بعد هذه الآيات أزرق يا عبد الله، بعد أن فجر لهم الماء من الحجر ونجاهم من فرعون وقومه وأنزل عليهم المن والسلوى، نعم، مروا على قوم يعبدون الأصنام، ماذا قالوا؟ قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم في وباطل ما كانوا يعملون. أيضا قال تعالى في محكم تنزيل وأصدق القائلين: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أي أوفوا بعهود الله،
إذا أوفيت بعهد الله يا عبد الله أوفى الله بعهده معك. ولذلك يروى في شأن بيان حقيقة الخوف من الله، الخوف من الله، إن مثل خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوم النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. ما معنى هذه الآيات؟ هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لك مراحل الخلق الأولى لك، بداية الخلق الذي أتيت منه، من الذي رعاك وأنت في بطن أمك؟ من الذي حولك من نطفة إلى علقة، ومن علقة إلى مضغة، ومن مضغة إلى عظام؟ ومن الذي كساك لحمة وأنت عظام؟ قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر. من الذي أتى بهذه المراحل السبع؟ إنه الله عز وجل. ومع ذلك حين يشتد عود الإنسان وتقوى بنيته يعصي الله عز وجل، يجاهر الله عز وجل بالمعاصي والذنوب، نسى أو تناسى أن الله عز وجل قادر على أن ينزل عليه عذاب أو يقبض روحه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه: إنما الأعمال بالخواتيم. عندما سمع الصحابة هذا الحديث غطوا وجوههم ولهم خنين، يعني صوت من البكاء. من هم؟ إنهم الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. معنى هذه الآية مع الحديث إخوتي عباد الله أنه يجب على المسلم ألا يغتر بطاعة فعلها، ألا يركن إلى فعل فعله لله عز وجل، ربما يفتن بعده ويدخل النار والعياذ بالله. ولذلك اسمع الدعاء دي، كان نبينا صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يدعو بهذا الدعاء. النبي أفضل مخلوق على وجه الأرض يقول إيه؟ اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ومع ذلك يعصي الإنسان الله عز وجل ويجاهره بالمعصية وهو لا يدري أن الله مطلع عليه، ربما تقبض وأنت تعصي الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاختر لنفسك أخي عبد الله كيف تبعث، لا تغتر بطاعة. ولذلك يروى أن رجلا في غزوة أحد، وهذا الرجل يسمى عبد الله بن قيس، ظل يقاتل في سبيل الله وكان مشركا وكان يقاتل مع المشركين، كان يقاتل مع المشركين، فاستسلم في هذه الغزوة وانضم للمسلمين وقاتل مع المسلمين وقتل. فحين كان يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم القتلى قال: هذا رجل من أهل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة. مشرك استسلم وقاتل وقتل قبل أن يصلي، فهو من أهل الجنة. طب ليه الشاهد من أخذه من الموضوع ده إيه؟ نأخذ منه: إذا رأيت أحدا على معصية
لا ترميه بالكفر. ما الواحد لو شافنا واحد بين محصول الاتنين دي، ده عمل كذا، ده كافر، ده عمل وعمل، مالكش دعوة، غير نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن استاء المرء تركوه ما لا يعنيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. يكون عمل عمل كفر يردت عليك. لا تتكلم إلا في اختصاص نفسك. لا ترمي أحد. لا تعيب أخيك إذا فعل معصية، ولك عليك أن تدعو له بالهداية. ولذلك ما تقولش بقى أنا صليت الركعات اللي عليا وقريت شوية قرآن بقيت أحسن واحد. لا لا، مش كده خالص. انظر، يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، كان في أحد الغزوات وكان معه صحابي يقاتل هنا وهناك، شجاع، كسرت في يده سبعة أسياف، قاتل بسيف حتى من كسر يأخذ غيره، قاتل قتالا مريرا مع المسلمين. فنظر إليه الصحابة وقالوا: هذا رجل شجاع يقاتل في سبيل الله. اسمع النبي قال لهم ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار، هو من أهل النار. ولذلك أخي عبد الله، لا تغتر بطاعة، لا تغتر بفعل طاعة فعلتها، ولكن عليك أن تفعل الطاعة وتدعو الله أن يتقبلها. قتال في سبيل الله، سيوف، موت. فتتبعه رجل، تتبع هذا الرجل الشجاع، فجرح في المعركة فلم يصبر على جراحه، فوضع سيفه في عنقه واتكى عليه فقتل نفسه، انتحر والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذا كان لا يقاتل في سبيل الله، ولكن كان يقاتل رياء ونفاق وسمعة، فلم يمت على طاعة، لم يمت في سبيل الله. ولذلك اعلم أخي عبد الله أن المنافق والمرائي بعمله لم يوفق بالنطق بالشهادة عند الموت. خوف، المفروض نفس الإنسان يخاف والله. المرائي بعمله لم يوفق بالنطق بالشهادة عند الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله غفر له. طب انت هتقول يلا ازاي وانت راكد على فراش الموت؟ واحد يقول لك هنقولها تمام خالص، هنقول يلا زي الصاروخ. لا، مش كيفك. اذا طرح الانسان على فراش الموت اصبح المحرك هنا عملك الذي فعلته في الدنيا. العمل اللي عملته في الدنيا هو المحرك بتاعك، هو الذي يوفقك لقول لا اله الا الله، هو الذي يعينك على كلمة التوحيد التي عشت عليها. أيضا يروى أن رجلا كان يفعل الذنوب والمعاصي، وكان رجل شرير، ولكن كان في قلبه إيمان عظيم، ولكن أغوته الشياطين، فأوصى أولاده حين يموت بأن يحرقوه وينسروه في الهواء. قال لهم: من موت احرقوني وطيروني في الهواء. ليه؟ عشان ربنا ما يجمعنيش ودخلني النار. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، كل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على خلقهم مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. الشاهد من الآيات أن الله عز وجل جمع هذا الرجل بعد أن فعل أولاده الوصية، جمعه وقال له: لما فعلت هذا؟
ولما أوصيت بهذه الوصية؟ قال خشية منك يا رب. فقال له ادخل الجنة برحمتي، وأدخله الجنة برحمتي. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما تغترش بعملك، ما تقولش أنا أديت الفرض اللي علي، أنا أديت ربنا حقه. لا والله لو سجدت طوال حياتك ما وفيت نعمة من نعم الله عليك، نعمة واحدة. واحد يقول لك يا عم اجي من الصلاة بقى، احنا مش فاضيين، خلص شوية. لا ما ينفعش، انت لم تخلق الا للعبادة، ومقومات العبادة مرة ثانية، يعني تعبد ربنا الاول ومقومات العبادة دي بعدين. لا تتجرأ على طاعة الله ولا تنفر من طاعة الله فهي الباقية. قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. أتدرون ما أخبارها؟ قال صلى الله عليه وسلم أخبارها أن تشهد على كل إنسان مشى على ظهرها. الأرض هتشهد عليك، ولذلك الإنسان لما يموت في مكانين بيبكوا عليه، مكانين يبكوا على الإنسان المسلم المؤمن حين يموت. المكان الأول موضع سجوده، والمكان الثاني مصعد عمله. بيبكوا عليك دول. ولذلك إخوتي عباد الله يجب عليك أن تكثر من الطاعة وتطلب التوفيق من الله عز وجل. ما تقولش أنا ربنا حقه، أنا صليت، أنا كذا كذا، زكيت. لا. ولذلك إخوتي عباد الله يروى في الأثر أن السيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة والله في 3 مواضع لا يذكر الإنسان إلا نفسه، عند الحساب وعند الصراط وعند دخول الجنة. 3 مواضع الإنسان يوم يزور يذكر فيها نفسه فقط، عند الحساب وعند الصراط وعند دخول الجنة. وذلك قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما لنا يا إخوتي عباد الله نغتر بهذه الدنيا، ما لنا نغتر بهذه الدنيا ونبادر بالمعاصي والذنوب ونجلس أمام التلفاز وأمام الموبايلات ونرى فيها ما الله به عليم، ربما تقبض وأنت على معصية، تموت وأنت تعصي الله، فتبعث وأنت عاصي لله يوم القيامة. ربما تقبض وأنت تفعل ذنب، تبعث وأنت تفعل الذنب يوم القيامة. ولذلك الحق تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أقول قول أستغفر العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لا تمشي بين الصفوف حتى تنتهي الخطبة لأن هذا يبطل الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه التائبين الطاهرين المحتسبين الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم
والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافق عبد الله إلا قضى الله حاجته، فعسى يا رب أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا ذنب في هذا اليوم العظيم إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاص إلا هديته، ولا محتاجا إلا أعطيته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ليه فيش أثناء الصلاة كده يجيب تلفزيون بتاعتك؟ كده عشان كده
الله يصح عليك الله يرحمه. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كريم الله يكرمك. الله يكرمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله خير. الله يسلمك. 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 الحمد لله. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن مثل خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة،
ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة أربع كلمات، يؤمر بكتابة عمره وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة المسلمون، هذا الحديث النبوي المبارك يبين لنا أمراً عظيماً خطير، ألا وهو بيان حقيقة الخوف من الله عز وجل، وهو موضوعنا اليوم، بيان حقيقة الخوف من الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. معنى هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أمر بني إسرائيل بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ويذكروا النعم التي أنعم الله عليهم بها. ما هي النعم التي أنعم الله عليها على بني إسرائيل؟ أولا فجر لهم الحجر فانبجست منه 12 عينا، آيات. نجاهم من فرعون وقومه حين حوصروا، حاصر فرعون علينا لعنة الله موسى عليه السلام وأصحابه، فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وأنجى الله موسى ومن معه وأغرق فرعون. أنزل على بني إسرائيل المن والسلوى، نجاهم من الأمراض والأوبئة، ومع ذلك انظر يا عبد الله حين مروا ونجاهم الله، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، عدوا على جماعة بيعبدوا أصنام. بعد هذه الآيات انظر يا عبد الله، بعد أن فجر لهم الماء من الحجر ونجاهم من فرعون وقومه وأنزل المن والسلوى، نعم، مروا على قوم يعبدون الأصنام، ماذا قالوا؟ قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم في وباطل ما كانوا يعملون. أيضا قال تعالى في محكم تنزيله: واصدق القائلين: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أي أوفوا بعهود الله. إذا أوفيت بعهد الله يا عبد الله أوفى الله بعهده معك. ولذلك يروى في شأن بيان حقيقة الخوف من الله، الخوف من الله: إن مثل خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. ما معنى هذه الآيات؟ هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لك مراحل الخلق الأولى لك، بداية الخلق الذي أتيت منه،
من الذي رعاك وأنت في بطن أمك؟ من الذي حولك من نطفة إلى علقة، ومن علقة إلى مضغة، ومن مضغة إلى عظام؟ ومن الذي كساك لحمة وأنت عظام؟ قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر. من الذي أتى بهذه المراحل السبع؟ إنه الله عز وجل. ومع ذلك حين يشتد عود الإنسان وتقوى بنيته يعصي الله عز وجل، يجاهر الله عز وجل بالمعاصي والذنوب، نسى أو تناسى أن الله عز وجل قادر على أن ينزل عليه عذاب أو يقبض روحه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، إنما الأعمال بالخواتيم. عندما سمع الصحابة هذا الحديث غطوا وجوههم ولهم خنين، يعني صوت من البكاء. من هم؟ إنهم الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. معنى هذه الآية مع الحديث إخواتي عباد الله أنه يجب على المسلم ألا يغتر بطاعة فعلها، ألا يركن إلى فعل فعله لله عز وجل، ربما يفتن بعده ويدخل النار والعياذ بالله. ولذلك اسمع الدعاء ده، كان نبينا صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يدعو بهذا الدعاء. النبي أفضل مخلوق على وجه الأرض يقول إيه؟ اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ومع ذلك يعصي الإنسان الله عز وجل ويجاهره بالمعصية وهو لا يدري أن الله مطلع عليه. ربما تقبض وأنت تعصي الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاختر لنفسك أخي عبد الله كيف تبعث، لا تغتر بطاعة. ولذلك يروى أن رجلا في غزوة أحد، وهذا الرجل يسمى عبد الله بن قيس، ظل يقاتل في سبيل الله وكان مشركا وكان يقاتل مع المشركين، كان يقاتل مع المشركين، فاستسلم في هذه الغزوة وانضم للمسلمين وقاتل مع المسلمين وقتل. فحين كان يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم القتلى قال: هذا رجل من أهل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة. مشرك استسلم وقاتل وقتل قبل أن يصلي، فهو من أهل الجنة. طب ليه الشاهد من ناخده من الموضوع ده ايه؟ ناخذ منه: إذا رأيت أحدا على معصية لا ترميه بالكفر. ما الواحد لو شاف هنا واحد بيعمل معصية لان دي ده عمل كذا، ده كافر، ده عمل وعمل، مالكش دعوة بنفسك. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إنسان المرء تركوه ما لا يعنيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يكون عمل كفر يردت عليك، لا تتكلم إلا في اختصاص نفسك، لا ترمي أحد، لا تعيب أخيك إذا فعل معصية، ولك عليك أن تدعو له بالهداية.
ولذلك ما تقولش بقى انا صليت الركعات اللي عليا وقريت شويه قران بقيت احسن واحد، لا لا مش كده خالص. انظر، يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، كان في احد الغزوات وكان معه صحابي يقاتل هنا وهناك، شجاع، كسرت في يده 7 أسياف، قاتل بسيف حتى من كسر ياخذ غيره، قاتل قتالا مريرا مع المسلمين، فنظر اليه الصحابه وقالوا هذا رجل شجاع يقاتل في سبيل الله. اسمع النبي قال لهم ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من اهل النار، هو من اهل النار. ولذلك اخي عبد الله لا تغتر بطاعه، لا تغتر بفعل طاعه فعلتها، ولكن عليك ان تفعل الطاعه وتدعو الله ان يتقبلها. قتال في سبيل الله، سيوف، موت. فتتبعه رجل، تتبع هذا الرجل الشجاع فجرح في المعركة فلم يصبر على جراحه، فوضع سيفه في عنقه واتكى عليه فقتل نفسه، انتحر والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذا كان لا يقاتل في سبيل الله، ولكن كان يقاتل رياء ونفاق وسمعة، فلم يمت على طاعة، لم يمت في سبيل الله. ولذلك اعلم اخي عبد الله ان المنافق والمرائي بعمله لم يوفق بالنطق بالشهاده عند الموت. خوف، المفروض الانسان يخاف والله. المرائي بعمله لم يوفق بالنطق بالشهاده عند الموت، وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله غفر له. طب أنت هتقول لا إله إزاي وأنت راقد على فراش الموت؟ واحد يقول هنقولها تمام خالص، هنقول لا إله زي الصاروخ، لا مش كيفك. إذا طرح الإنسان على فراش الموت أصبح المحرك هنا عملك الذي فعلته في الدنيا، العمل اللي عملته في الدنيا هو المحرك بتاعك، هو الذي يوفقك لقول لا إله إلا الله، هو الذي يعينك على كلمة التوحيد التي عشت عليها. أيضا يروى أن رجلا كان يفعل الذنوب والمعاصي، وكان رجل شرير، ولكن كان في قلبه إيمان عظيم، ولكن أغوته الشياطين، فأوصى أولاده حين يموت بأن يحرقوه وينسروه في الهواء. قال لي لما نموت احرقوني وطيروني في الهواء. ليه؟ عشان ربنا ما يجمعنيش ودخلني النار. قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الشاهد من الآيات أن الله عز وجل جمع هذا الرجل بعد أن فعل أولاده الوصية، جمعه وقال له لما فعلت هذا ولما أوصيت بهذه الوصية؟ قال خشية منك يا رب. فقال له ادخل الجنة برحمتي، وادخله الجنة برحمتي. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما تغترش بعملك، ما تقولش أنا أديت الفرائض اللي علي، أنا أعطيت ربنا حقه، لا والله لو سجدت طوال حياتك ما وفيت نعمة من نعم الله عليك، نعمة واحدة. واحد يقول لك يا عم اجي من الصلاة بقى،
احنا مش فاضيين، خلص شوي. لا مفحش، انت لم تخلق الا للعباده ومقومات العباده مره ثانيه، يعني تعبد ربنا الاول ومقومات العباده دي بعدين. لا تتجرأ على طاعه الله ولا تنفر من طاعه الله فهي الباقيه. قال تعالى: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اتدرون ما اخبارها؟ قال صلى الله عليه وسلم: اخبارها ان تشهد على كل انسان مشى على ظهرها. الارض هتشهد عليك، ولذلك الانسان لما يموت في مكانين بيبكوا عليه، مكانين يبكوا على الانسان المسلم المؤمن حين يموت. المكان الاول موضع سجوده، والمكان الثاني مصعد عمله، بيبكوا عليك دول. ولذلك اخوتي عباد الله، يجب عليك ان تستكثر من الطاعه وتطلب التوفيق من الله عز وجل. ما تقولش انا ربنا حقه، انا صليت، انا كذا كذا، زكيت، لا. ولذلك اخوتي عباد الله، يروى في الاثر ان السيده عائشه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، والله في ثلاث مواضع لا يذكر الإنسان إلا نفسه، عند الحساب وعند الصراط وعند دخول الجنة. ثلاث مواضع الإنسان يوم يذكر فيها نفسه فقط، عند الحساب وعند الصراط وعند دخول الجنة. وذلك قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما لنا يا إخوتي عباد الله نغتر بهذه الدنيا، ما لنا نغتر بهذه الدنيا ونبادر بالمعاصي والذنوب ونجلس أمام التلفاز وأمام الموبايلات ونرى فيها ما الله به عليم. ربما تقبض وأنت على معصية، تموت وأنت تعصي الله، فتبعث وأنت عاصي لله يوم القيامة. ربما تقبض وأنت تفعل ذنب، تبعث وأنت تفعل الذنب يوم القيامة. ولذلك الحق تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أقول قول أستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لا تمشي بين الصفوف حتى تنتهي الخطبة، لأن هذا يبطل الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه التائبين الطاهرين المحتسبين الذين قالهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافق عبد الله إلا قضى الله حاجته، فعسى يا رب أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ذنبا في هذا اليوم العظيم إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاص إلا هديته، ولا محتاجا إلا أعطيته.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ليه فيش أثناء الصلاة كده يجي بتاعتك كده كده Thank you.
الله يصلح عليك. الله يصلح عليك. الله يصلح عليك. الله يصلح عليك. كريم الله يكرمك. الله يصلح عليك. الله يكرمك. جزاك الله خير ان شاء الله. الله يوسع عليك. الله يبارك لك. الله يبارك لك ان شاء الله. الله يوسع عليك. جزاك الله خير. بقي يا الله زي بعض. بس النهارده بس مع العيال كده النهارده يوم بس كل يوم جمعه بنقعد ورا. الله يصلح وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اذهب إلى فرعون إنه طغى 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 فقل هل لك إلى أن تزكى 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 وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية
الكبرى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فكذب وعصى فكذب وعصى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى 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 فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 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 إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 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 أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أشد أشد دائما أشد أنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها